الرب. حلو. النظري انا بيمان خلي بعمك الحين عن ليش الاختبارات النظريه عندنا. الاختبارات النظريه في هذه الماده هي الاند اوف شابترز مالت سيسكو. طيب اوكي انا هذا الشيء الخاص فيني انا كيف اختبركم اند اوف شابترز وانتم تحضروا عندي في معمل مثل هذا؟ الاند اوف شابتر ما ادري هو شلون يمتحنكم وياه، بيمتحنكم في القاعه ولا يعطيكم انتم برا؟ لا في القاعه ظهر يعطيكم ساعه لا تمتحنون فيها اند اوف شابتر. فبدل ما انا اروح ادور لي قاعه عشان امتحنكم اند اوف شابتر تمتحنوها ولا هي الاند اوف شابتر حقتي لكن محتاجه معمل. وصلتوا شابتر كم انتم معه؟ خمسه ولا سبعه؟ اوكي شباب نصلح شويه من المحتوى النظري. يا شباب هذا الشابتر انا شرحت لكم في المحاضره الماضيه سريعا شابتر 6 وشابتر 7. شابتر 6 اللي كان يتكلم على الهل واحنا مين هذا اللي بيجي علي من امس وايد اتوقع تشبي بس اعطوني اللي حضراتك الو بس انا اتشبيه سنويا حضرت اياهم كذا مره في جايتكس وكل سنه يدعون على معرضهم ما ابي احضر خلاص بطلنا ما احيانا ما يسوى مشوارها هم جاي اتشبيه مزعجين شوي بس يدورون زباين لان اتصور ان السوق قاعد ينسحب من اليوم مو 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 عاد الكومبيتيشن القديم دخلوا شركات صينيه في السوق انزين فكرتهم مو ذاك القوي عشان كذا قاعد يتصلون لا اول احنا كنا طاردوهم بس الحين من قلبه الايه هو السوق كذا اوكي شباب شابتر 8 يتكلم على المانجينج فايلز اند دايركتوريز كيف يدير الملفات والمجلدات في عالم اللينكس شيء جميل جدا شيء جميل جدا وعاملين موجود في المادتين هذا بناخذه احنا شابتر 9 في كتابنا يا شباب احنا اشتغلنا على هذا الموضوع لكن في شيء انا اتمنى هذا الشابتر يتكلم عليه اللي هو انت كيف تقسم الهارد ديسك لو صار عندك هارد ديسك احنا تعلمنا شلون نسوي ملف ونسوي دايركتوري هذا شرحناه في المحاضره الماضيه في الماده الثانيه بس في نقطة أهم من هذه. أنت لما تشتغل مع الويندوز، الويندوز يركب عادة على سي على الهارد ديسك، فما في شيء اسمه ربط النظام بالأقسام مالت الهارد ديسك. بس في عالم اللينكس في انفصال تام بين الهارد ديسكات وما بين نظام التشغيل تحتاج تسوي اوبريشن انك تخلي الربط هذا ينجح محتاج مجموعه اوامر علشان يصير نظام التشغيل يخزن داخل الهارد ديسكات خلينا نشوف ان شاء الله ان هذا هو الشابتر اللي قاعد اتكلم عليه انا من حيث المبدا when working in a Linux operating system it is important to know how to manipulate files and directories. Some Linux distribution have GUI bases application that allow you to manage files, but it is an advantage to know more fonts. Okay, to know how to perform this operation via command line. الظاهر إنه مش directory صار. Globing, globe characters are often refer to wildcard. These are simple characters that have special managing in the cell. Echo. شو معنى echo شباب؟
يكون صدى هو طباعة، يكون له إعادة الكتابة مرة ثانية كأنما برنت في لغات البرمجة. أوكي. String character is used to represent zero or more character. Okay, file. For example, to display all the files in the ATC character. That being to the letter. مو هذا، مو هذا اللي أتكلم عليه. هنا قاعد يتكلم على أمر من الأوامر اسمه echo. Echo هذا كأنما عبارة عن استعراض ديسبلاي عشان تعرض انت الملفات الموجوده. هنا ايش قاعد يحط مثال؟ هو حط مثال مثلا انا لو ابغى استعرض الملفات الموجوده داخل مجلد اي تي سي، اي شيء يبتدي بحرف التي، لو حطيت جنبه نجمه، النجمه هذه اللي يسموها ستريك، انزين راح يعرض لك اي شيء بدايته تي في داخل المجلد هذا. مو هذا الشطر اللي انا اطمح له، هذا قاعد يبين كيف نستعرض الملفات. بس اي هوب ان احنا نوصل الى هذا المجلد، لان ذاك المجلد او هذا ذاك الشطر جميل. خلينا نجرب امر اسمه ايكو، انزين نسوي اي تي سي، وبعدين نسوي بعده ستار ونحط تي ستار، وكيف يطلع لك اي مجلد بدايه حرف التي. فهذا نوع من انواع استعراض ملفات، كأني قاعد تسوي سيرش في عالم الويندوز. اوكي. وهنا بعد حاط نوع ثاني من استخدام هذا برضه، تقدر تستخدم لو تحط وراه ذيل. هنا ايش قاعد يقول؟ حط ستار بعدين دوت دي، معناها اي شيء نهايته دوت دي اوكي استعرض له وياه هنا. فهذا نوع من انواع الديسبلاي في عالم اللينكس، اللي هو هذا امر الايكو اللي هو امر الطباعه. كويشن مارك، كويشن مارك معناه ايش؟ كويشن مارك كاركتر ماتشز اكزاكتلي وان كاركتر، نو ماني اور نو ليس. اوكي، فرضا انت قاعد تبحث على تي وراها مجموعه من الحروف، فكل ما حطيت ستارز راح يبين لك بس على عدد الستارز كم حرف وراها. يعني أنا الحين مثلاً عندي هنا من الأشياء اللي حصلتها مثلاً تايم زون. تايم زون كم حرف؟ تي وراء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. فأنا لو سويت سيرش إيكو وحطيت تي وراها ستة علامات استفهام راح يطلع لي بس تايم زون أربعة خمسة ستة. أوكي، ما حصلت شيء، لكن الظاهر ما سبعة قاعد أزيد واحدة بدرك بس تايم زون. اوكي اوكي، فهذا كله من علامات الديسبلاي الموجوده في عالم اللينكس. هنا برضه قاعد يتكلم على البريكتس، هذا ايش قصه العادي؟ انزين، وهنا قاعد يتكلم على التعجب، هذه اللي تستخدم حق شنو هذا؟ لا مش امر هذا. هنا رينج، هذا رينج من الى، من حرف ال A الى T. It's used in conjunction with the square bracket for example but كذا matches any if it does not begin with D. هذا معناها not، هذه علامات التعجب معناها طلع لي اي شيء بشرط انه ما يبتدي بالحروف هذه. شوف هنا لو لاحظت، شوف هنا ايش قاعد يقول؟ سوي بحث على اي شيء ما يبتدي من الـ A الى T داخل مجلد الـ ATC. فهنا شوف يو، هنا يو، هنا يو، هنا يو، اهم شيء من بعد حرف الـ T، هذا V، هذا V هنا، هذا X، فهذا معناها نات. عكس اللي شو اسمه، انا والله تفائلت صراحه بهذا الشرط، بس للأسف طلع مو طموحي. اوكي، listing with globes استعراض، copying files انا شرحت لكم copying files كيف انا اسوي كوبي فايل من مكان الى مكان، نكتب كلمة cb وبعدين نحط source حق الفايل، بعدين نحط ال destination. هذا لو بغيت تنسخ مجلد من مكان الى مكان اخر.
اوكي هذا verbose mood. ايش معنى verbose؟ هذا اوبشن من اوبشن الكوبيز مطور verbose mood اوبشن كود if it successes to produce output of successful. What's that mean? هذا اوبشن من الاوبشنز الموجودة يعرض لك في حالة الكوبي إذا كان ينجح. ما أدري إيش معنى كلمة إذا كان ينجح. Could to produce output of successful. Then the option stand like this. إذا النسخ ينجح أو لا يمكن. ما أعتقد إن كذا المقصود. ما أعتقد إن كذا المقصود. ما هو إذا كان ينجح. Avoid overwriting data. كيف تمنع إن ما يصير كوبي لأكثر من مرة؟ في هنا options موجودة. minus r moving file هذا ال moving files mv احنا قلنا ال copying cv وال moving هذا ال renaming وهذا ال additional move هذا ال options مالت ال additional move بالعربي يعني هذا المنهج ما يصلح هذا كله حق استرعالي كويس اني اعطيته لامتحانكم اياه المنهج هذا كله عملي كله اشياء عمليه ما في اشياء نظريه منهج سيسكو اي بنظر المحاضرة شكلنا نلقيها شكلنا راح نلقيها او ندور لنا منهج ثاني نبدل فيها برمجة بالخميس عندنا محاضرة صحيح بنجيب ال بس ما نقدر نلقيها كذا اوفيشال لا محاضرة ضغطنا عادي لو ضغطنا نخلي هذا حق البرمجة برمجة او ما يصير برمجة عند اي يوم يوم الاهتمام على المحاضرة اللي هي متى؟ خميس برمجة يوم الخميس محاضرة في ناس برمجة في ناس عندهم التشغيل بس أنا ما أقدر ألقيها بحيث إني أكنسلها. إحنا ما أتلقيها بدل أتويا هو. بدل أتويا. بدل الساعة كم أنت عندكم؟ أربعة. عندي أنا محاضرة الساعة أربعة مادة ثانية. عادي. خميس. 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 إدارة بعد ما مو الإدارة 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 أيوة الشيء اللي يقدر اللي يقدر بخلاص يسوي هذا الصار قوم روح بيتك أنا والله أنا تفاعلت ماذا قلت إبراهيم البريك حاضر باسل المطوع موجود بدر الشهري موجود حبيب المرعي حاضر حسين بوخليك موجود حمد الثواف خالد الشعلان موجود راشد الورثان موجود عبد الرحمن الصانع حاضر عبد الرحمن الويلد حاضر عبد العزيز المطيري المطيري عبد العزيز عبد العزيز الحبك الحبك الدوسري عبد العزيز